اهلا بكم مشاهدينا الكرام، وعرض جديد لامن انباء نقدمه لكم من قناه الجزيره مباشر مصر. دعا 15 حزبا وحركه سياسيه الشعب المصري لمسيرات حاشده عصر الثلاثاء القادم من اجل اسقاط الاعلان الدستوري. واكدت القوى في بيان لها امس انها بدات اعتصاما في ميدان التحرير لحين اسقاط الاعلان الدستوري، كما رفض البيان اي تهديدات من قبل وزاره الداخليه بالتدخل الامني لفض الاعتصام. وحذرت هذه القوى من حدوث مجزرة جديدة قد تدخل البلاد في نفق مظلم، كما حملت الرئيس محمد مرسي المسؤولية الكاملة تجاه ذلك. قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هاني محمود إنه لم ولن يتم قطع خدمة الاتصالات أو الإنترنت في التحرير أو في أي مكان آخر في محافظات الجمهورية. جاء ذلك في تدوين له عبر حسابه الشخصي على تويتر، بعد أن كان مصدر بوزارة الاتصالات قد نفى بالأمس قطع الاتصالات بميدان التحرير، مشيرا إلى أنه ما تردد في هذا الشأن شائعة ليس لها أساس من الصحة، كما أكد أن جميع الاتصالات التليفونية والإنترنت تتم بشكل طبيعي. تجددت الاشتباكات بشكل متقطع صباح اليوم بشارع محمد محمود بين المتظاهرين وقوات الأمن، وذلك لليوم السادس. وقد قامت قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفرقة المتظاهرين وإبعادهم نحو ميدان التحرير، بينما تجمع المتظاهرون في مدخل شارع محمد محمود لرشق قوات الأمن المتواجدة داخل المدرسة الفرنسية بالحجارة. ولإلقاء مزيد من الضوء على الوضع الآن في التحرير ينضم إلينا من التحرير الصحفي أحمد جودة. إذن أحمد، كيف لك أن تصف لنا الصورة الآن في التحرير؟ نعم دينا، أنا الآن في ميدان التحرير. دعيني أبدأ معك من أمس، حيث بدأ عدد من القوى السياسية والحركات بالإعلان عن اعتصام مفتوح هنا في الميدان، وذلك لرفضهم الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس مرسي أول أمس. قاموا بنصب عدد من الخيام هنا في الحديقة الرئيسية للميدان، بلغت عدد الخيام حوالي 27 خيمة، وأيضا قاموا بنصب خيمات أمام مجمع التحرير وصل عددهم لخمسة، وأيضا أمام مسجد عمر مكرم وصل عدد الخيمات إلى خمس خيمات. من هذه الحركات والقوى التي دعت إلى الاعتصام حزب المصريين الأحرار، حزب الدستور، حزب التيار الشعبي، حزب الكرامة، حركة مينا دانيال، وأيضا حزب العدل. أما بالنسبة لحركة السير في الميدان الآن، مطلق من كل الاتجاهات، من اتجاه المتحف المصري، وأيضا من شارع القصر العيني، وأيضا من اتجاه شارع قصر النيل. والآن هناك تجمعات تقدر بالعشرات من المتظاهرين، الكل هنا يتحدث عن الوضع السياسي وما آلت إليه البلاد، الكل هنا رافض الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس مرسي. أما بالنسبة لشارع محمد محمود، الآن المناوشات مستمرة ولكن بشكل طفيف نوعا ما. تستمر المناوشات بين عدد من المتظاهرين يقدروا بالعشرات مع رجال الشرطة المتواجدون في المدرسة الفرنسية التي تقع بجوار الجامعة الأمريكية. من حين لآخر قوات الشرطة تقوم بإطلاق القنابل المسيلة للدموع. هذا هو الوضع الآن في ميدان التحرير وفي شارع محمد محمود دينا. شكرا أحمد جودة، كنت معنا من ميدان التحرير، شكرا جزيلا لك. هذا وقد أعلن الدكتور محمود سعيد مدير الاستقبال بمستشفى المنيرة العام، أعلن أن المستشفى استقبل 32 حالة إصابة، حالة إصابة وقعت خلال الاشتباكات ليلة أمس في ميدان التحرير ومحمد محمود والقصر العيني بين المتظاهرين وقوات الأمن، من بينهم 5 حالات أصيبوا بطلقات نارية. أصدر النائب العام المستشار طلعت إبراهيم تعليماته إلى كافة أعضاء النيابة العامة بعدم مغادرة مقار عملهم اعتبارا من اليوم السبت، تحسبا للظروف التي تمر بها البلاد ولتتمكن النيابة العامة من أداء واجبها في خدمة الوطن. كما أعلن فور وصوله إلى مكتبه صباح اليوم أن جميع قرارات النيابة العامة ستخرج في بيان رسمي لمزيد من الدقة والمصداقية. هذا وقد التقى النائب العام بجميع أعضاء المكتب الفني والمحامين العموميين بالنيابة. يعقد نادي القضاء اليوم جمعية عمومية طارئة لمناقشة الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس محمد مرسي.
وكان المستشار أحمد الزند قد صرح أن الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس أجهز على مصر ودولة القانون، واصفا قرارات الرئيس بأنها اعتداء على سيادة القانون واستقلال القضاء. كما أضاف خلال مؤتمر صحفي أن الإعلان الدستوري انطوى على مساس بمقدسات الشعب، واصفا إياه بحادث أليم ألم بالأمة. نفت صفحة رسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة صحة ما تم نشره على أحد المواقع الإسرائيلية بشأن التخطيط لنشر قوات أمريكية في سيناء ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين حماس وإسرائيل. وأكد المتحدث العسكري تأكيد القوات المسلحة على الثوابت الراسخة لسياسات الأمن القومي المصري للحفاظ على السيادة الوطنية، والتي لا تقبل بوجود قوات أو قواعد أجنبية على أراضيها. وأشارت الصفحة إلى أن القوات الأجنبية الوحيدة الموجودة في سيناء هي القوى متعددة الجنسيات التي تقوم بمتابعة التزام جانبي معاهدة السلام بتطبيق الاتفاقية الأمنية الموقعة بين الطرفين. انتهى عرض الأنباء، تفاصيل أوفى تجدونها في موقع الجزيرة مباشر مصر على الإنترنت، كما يمكنكم أيضا متابعة البث الحي للقناة على الموقع ذاته. أشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء بإذن الله.